السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة قسم هندسة تقنيات الحاسوب، وياكم أستاذ مصطفى أحمد. اليوم المحاضرة السادسة اللي راح نحكي بيها على اللايرز مال OSI موديل اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة. طبعا احنا بذيش المحاضرة قلنا انه احنا عندنا نوعين من المودلز اللي هو OSI والTCP/IP. زين احنا هسه احنا اليوم راح نشرح على OSI موديل لايرز. عندنا عدة طبقات من OSI اللي هي شنية الطبقات. قلنا نبديها من رقم 7 اذا كان مرسل، ونبديها من رقم 1 اذا كان مستلم. هسه خلينا نعددهن من 7 ل1: الابليكيشن، 6 البرزنتيشن، 7 السيشن، 5 اقصد السيشن عفوا، 4 ترانسبورت، 3 نتورك، 2 داتا لينك، و1 الفيزيكال. اذا كان مرسل راح تكون الطبقات تبدي الداتا من الابليكيشن وتطلع من الفيزيكال، تروح بالوايرات او بالبلوتوث، هذا ميديا واير او واير او وايرلس. وين تروح؟ تروح لهنا اللي هو الريسيفر. شكو عمليه راح تصير بالسندر عكسها راح تصير بالريسيفر. شلون؟ هسه راح نشوف شلون. راح نبدي بالطبقات من الطبقة رقم 1 اللي هي يا طبقة الفيزيكال. فيزيكال لاير. هاي الفيزيكال لاير شنو شغلها الأساسي؟ شغلها هاي انضرب الستاند. شغلها الأساسي إنه تحول لي البتات هي 0 1 1 0 1 0 0 1 1 إلى آخره. تحولها إلى شنو؟ تحول لي إياها إلى سيجنال. هاي شغلها الأساسي. بيها بعد شغل أكيد، بس الوظيفة الأساسية هي هاي. شو تسوي لي؟ تحول لي الديجيتال الى انالوج، او الديجيتال تحولها الى سيجنال. زين طبعا السيجنال شلون تكون؟ اذا كانت وايرد فشكل، واذا كانت لايت فشكل ثاني، اذا كانت مايكرو الكترومغناطيك ويفز ايضا شكل اخر. الفانكشنات مالتها، الفانكشن الاول فانكشنز مال منو؟ مال فيزيكال لاير. 1 تنطيني خصائص المنو؟ الانترفيس والمنو والميديوم. تعطيني الخصائص مال الانترفيس والميديوم. شلون تحدد الخصائص؟ احنا حكيناها قبل شوية. انت عندك هنا هذا جهاز بي بورت، وهذا جهاز بي بورت. هذا البورت شو نسميه؟ انترفيس. وهذا انترفيس. اذا خليت بيناتهم كيبل، مثلا نقول اليو تي بي، او نقول كوكسيال كيبل، هذا شنو هو؟ ذني كبر، يعني نحاس، فراح تنتقل الاشاره بصوره شنو؟ الكتريك كهربائيه. فاحنا ايش قلنا؟ قلنا يحدد خصائص الانترفيس والشنو الميديوم الوسط. ليش؟ على مدمني يحول للاشاره، يحولها الى اشاره كهربائيه. زين اذا كان هنا
بورت مال كيبل ضوئي، فش راح يسوي؟ راح يحول لي الإشارة إلى لايت، وهكذا. هذا الأول. رقم اثنين representation of bit. احنا هنا قلنا حدد نوعية الميديم، انه هذا الميديم هنا مثلا فايبر اوبتيك انترفيس، والميديم مالته فايبر اوبتيك كيبل. فش راح يسوي الخطوة الثانية؟ راح يحول لي الاشارة، مو هاي انما هاي، راح يحول لي اياها الى لايت. فاذا اول شيء ايش راح يسوي؟ الفيزيكال راح يباوع البورتات مالته شنية لقاها مثلا واي فاي. فايش راح يسوي الخطوه الثانيه؟ راح يحول البتات الى يا شكل، بما انه واي فاي فاذا راح يحولها الى الكترومغناطيك ويف، واذا فايبر اوبتيك حيحولها لايت، او واذا كانت سلك عادي حيحولها الى كهربائي. زين، عندنا الشغلة الثالثة اللي راح يحولها، اللي هي اسمها داتا ريت. الداتا ريت شنية؟ هي عدد البيانات المرسلة بالثانية الواحدة. الداتا ريت هو عدد البيانات المرسلة بالثانية الواحدة. هذا كمية الإرسال من يحددها؟ يحددها الفيزيكال. شو راح يحددها؟ يجي هو محدد الانترفيس، فراح يشوف انه القابلية مالته، هو راح يجي يختبر هاي الفيزيكال، راح يجي يختبر القابلية مالته تشوفها. مثلا نقول 100 ميجا بت بير سكند، او 1 جيجا بت بير سكند. فهو شو يحدد لي؟ الداتا ريت. زين، الشغلة رقم أربعة اللي راح يحددها شنية؟ رقم أربعة اللي هي يسموها السايكرونايزيشن مال منو؟ مال البيت. هذا مو مرسل وهذا مستلم. المرسل أكو شيء ما دام هو ديجيتال دي يشتغل اسمه كلوك، وهذا هم عنده كلوك معينة، فراح يزامن الكلوك هاي والكلوك هاي فيقومون يشتغلن سوية. زين، الرقم خمسة اللي هو line configuration. line configuration هاي شنية؟ هاي راح يحدد لي نوعية الأرسال، هل هو point to point لو multi point. من يحدده؟ الفيزيكال لاير. زين، رقم ستة من الأمور أو الوظائف اللي تشتغل اللي على الفيزيكال لاير، رقم ستة اللي هي الفيزيكال توبولوجي اللي حكينا عليهن، الرينج والميش والستار، هي تحدد لي شنو نوع التوبولوجي، رينج لو ميش لو ستار لو باس او الاخر، هو قلنا انواعكو. زين، النوع السابع والاخير او الفانكشن السابعة او الوظيفة السابعة اللي هي الترانزميشن مود. هتحدد لي الترانزميشن مود، هل هي سيمبلكس او هالف دبلكس لو دبلكس، احنا حكينا عليهم بالمحاضرات السابقة. حدد لي نوع الارسال باتجاهين كل واحد او باتجاهين سوية. فمن يحدد الفيزيكال لاير؟ هسا عندنا الطبقة الوراها اللي هي الداتا لينك لاير. الداتا لينك لاير احنا هسا مو قلنا هسا عندنا نشتغل كأنما مستلم، حلو. فهاي الفيزيكال وهاي الفوقها منية اللي هي الداتا لينك.
فهسه اجتي من المرسل اجتي عبارة عن اشارة، هذا حولها 0 1 1 0 1، من حولها وين راح يصعدها؟ راح يصعدها لاختها اللي هي الداتا لينك. زين، هذا الداتا لينك ايش راح يسوي؟ هذا هنا راح يسوي عمليات هواي اللي هي من عدها، واحد فريمينج، اثنين فيزيكال ادريس وفلو كنترول وايرور كنترول واكسس كنترول. هسه راح نجي نسولف شنو فريمينج، شنو هاي السوالف الاخرى كلها بدها تصير. الفيزيكال لاير، الداتا لينك لاير، الفانكشنز مالته قلنا اول شيء الفريمينج. الفريمينج شنو؟ هسه هذا مو اجى مرسل ايش راح يطيح؟ يطيح 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1. هذا ايش راح يجي؟ راح يجي ياخذ له كل جزء ويسميه فريم، يعني يجي يسوي اطار. هاي وين؟ هاي ناحيه ال شنو؟ ناحية المستلم. شو راح يسوي له؟ فريمينج. زين، الشغلة الثانية اللي راح يسويها اللي هي الفيزيكال ادريسينج. احنا الفريمينج هسه شفناه بياهي بالمستلم. زين، بالمرسل شلون؟ بالمرسل راح تيجي فوق في شيء اسمه باكيت، هذا راح تضيف له سوالف فتسوي فريم، وين مثل ما حكينا عليه بالمحاضرة السابقة. طبعا ورا ما نخلص الوظائف مال الطبقات كلها راح نجي نتبع بيانات من المرسل للمستلم شلون تمر، على مود نحكي على كل اللي راح، يعني نسوي لهم مراجعة سريعة للفيزيكال فيديو ثاني نسميه بارت 2 بس ايضا يخص هاي المحاضره. فيزيكال ادريسنج، هاي الداتا لينك تضيف لي فد ادريس معين، شو اسمه؟ اسمه ماك ادريس. استاذ احنا هذا سمعناه بس ما عرفنا شنو هو، اي لون. المحاضرات الجايه ان شاء الله نشرح عليه اكثر. هذا شنو فائده الفيزيكال ادريس؟ ينطي عنوان داخل، عنوان المن للجهاز داخل الشبكة الوحدة. احاول اكتب باسرع شيء على مود لا يصير الفيديو طويل. زين، الرقم 3 من الفانكشنز مال الداتا لينك اللي هي الفلو كنترول. هاي شنو؟ احنا عندنا مرسل ومستلم، مستلم حلو، هذا ديدز كمية كلش ضخمة من البيانات، كوما ديدز، وهذا ما يقدر يستلم شوية. ليش؟ بسبب الانترفيس مالته. مثلا هذا 1 جيجا وهذا مثلا 100 ميجا، فما راح يقدر يستلم. فش راح يصير هنا؟ هنا بعد راح يقوم يتيه الفريمز العدة وراح تضيع البيانات كلها. فشنو عندنا هنا؟ خاصية اسمها الفلو كنترول تتحكم لي بكمية البيانات المنسابة. ايش راح يسوي؟ هذا الداتا لينك راح يشوف المرسل ايش قد يتحمل 100، فيخفض الانتاج مالته للمية فيسيطر على الفلو اللي هو مرور البيانات. رقم 4 الايرور كنترول. احنا هنا بالفيزيكال لاير مو حول لي الاشاره الى بتات، مرات تصير اخطاء من يحولها، يصير نويز، يصير اكو فريمات تضيع. فاني يعني تخيل دز لك صوره وتلقى الصوره تعبانه حيل بحيث بيها اجزاء ما موجوده، ما معقوله، لازم اضمنها. هاي الطبقه وطبقه الترانسبورت الرابعه تسوي لي ريليابيليتي، موثوقيه للشبكه. فايش راح نسوي؟ فهنا عندها شيء اسمه ايرور كنترول، راح تجي تتحقق من كل فريم، تاخذ فريم فريم وتشوفه هل بي خطا لو لا، هل بي خطا لو لا، هل بي خطا لو لا.
طبعا هاي تاخذوها بالمرحلة الرابعة شوية بتفصيل أكثر بمادتين اللي بنظرية الترميز وتاخذوها بالبروتوكولات الايرور كنترول. طبعا بالايرور كنترول احنا عندنا فتشغلة تفيدنا، احنا مو قلنا لما يجينا الباكيت المرسل يضيف تريلر ويضيف هيدر الايرور كنترول هذا كله ايش راح نسميه؟ قلنا نسميه فريم. الايرور كنترول راح ناخذ تريلر بيفد رموز وبيفد مفاتيح وامور خاصه بالترميز، راح تراويني هل هذا بي ايرور لو لا. فهذا الايرور كنترول. هسه عندنا اكسس كنترول. هذا شنو اكسس كنترول؟ قبل كان عندنا جهاز اسمه الهاب. هذا جهاز الهاب مشكلة بيه شنو؟ لما عندنا أكثر من جهاز، مثل هذا الجهاز يريد يرسل هذا وهذا يريد أيضا يرسل هذا بنفس الوقت، فش راح يصير؟ راح يصير تصادم وتضيع البيانات كلها. فهنا الداتا لينك طوروها بطريقة بحيث سووا لها فد وظيفة اسمها Access Control. هذا شنو الاكسس كنترول؟ اكو فد بروتوكول معين، حلو، ايش راح يسوي؟ قبل ما يرسل يجي يشوف اللينك الموجود مشغول لو لا. اذا مشغول ايش راح يسوي؟ راح ينتظر، ما مشغول يرسل، وهكذا كل الاجهزه الكمبيوتر البي سيز راح يسويها بهاي الطريقه. زين، هسه احنا خلصنا الفانكشنز. الداتا لينك لاير تضمن لي شغلة، تضمن لي فتشي اسمه نود تو نود كوميونيكيشن. شنو نود تو نود كوميونيكيشن؟ هذني الأجهزة إذا صايرات بشبكة واحدة فاحنا نسميهن شنو؟ نسميهن نود تو نود كوميونيكيشن. بس إذا صايرات بأكثر من شبكة فلا، راح نسمي سورس ونسمي ديستينيشن. بس إذن الآن احنا عرفنا انه البروتوكول تضمن لي الارسال مال الداتا لينك، تضمن لي الارسال داخل الشبكة، فهي نود تو نود كوميونيكيشن. زين، هسه عندنا الطبقة الثالثة اللي هي النيتورك لاير. النيتورك لاير شبيهة النيتورك لاير. النيتورك لاير مسؤولة عن الإرسال من السورس للديستنيشن. شون هاي العملية؟ من السورس للديستنيشن، احنا قلنا عندنا اجهزة بشبكات مختلفة، كل جهاز له اي بي، حلو. فهذا طبعا بين ما دام نقول اي بي، فاذا اكو ارسال حيصير بيا شنو نوع البيانات؟ حتكون باكيت. فهذا هو الهدف مالتها، فهي شنو هي؟ سورس ديستنيشن. كوميونيكيشن. فمن اقول لك نوعيه البيانات بالنيتورك، نوعيه الارسال بالنيتورك شنو؟ تقول لي سورس ديستنيشن. من اقول لك نوع الارسال بالداتا لينك، حتقول لي نود تو نود. زين، حقول لك نوعيه الارسال بالترانسبورت، هذا حنشوفه بروسيس تو بروسيس، حنشوفه بعدين. زين، هسه الفانكشنز. طبعا من نقول فانكشنز معناته مهام، وهاي عرفناها. الفانكشنز رقم واحد اللي هو اللوجيكال ادريس. لوجيكال ادريس شنو هاي؟ هناك بالداتا لينك فيزيكال ادريس سميناه ماك، هنا اللوجيكال ادريس هو نفس الاي بي. وظيفه النتورك تضيف اي بي
للسيجمنت فتسويها باكيت، يعني تاخذ السيجمنت من ترانسبورت لا يرضي في لها اي بي فتسويها شنو باكيت. الوظيفة الثانية شنو هي؟ اللي هي الراوتينج. شنو هي الراوتينج؟ انت من عندك هذا طبعا العلم احنا من نقول جهاز وغير شبكة، احنا بالحقيقة اكو هنا شبكة واكو هنا شبكة واكو هنا شبكة واكو هنا شبكة. زين هذا شلون راح يوصل؟ هذا هو مرتبط بيهم كلهم. فاكو شنو احس عندنا راوتينج تيبل، راح نشرحهم بعدين وبالمرحلة الرابعة اكثر. راوتينج تيبل هذا هو راح يدليك وين بيا شبكة بالمضبوط بيا طريقة، طريقة في شيء اسمه راوتينج، فهي آلية نستخدمها بأجهزة معينة مثل الراوتر لتوجيه البيانات إلى الوجهة النهائية. زين هسه عندنا الطبقة الوراها اللي هي الترانسبورت. هاي الطبقة مسؤولة عن ترانسبورت لاير. هاي الطبقة مسؤولة عن شنو؟ بروسيس تو بروسيس دليفري. شنو معنى هاي؟ يس احنا افتهمنا النود تو نود بالشبكة الواحدة، سورس ديستنيشن بالشبكات المختلفة، هاي بالجهاز الواحد. هسه انت عندك كمبيوتر مفتوح، حلو، هذا بي سي نقول تستخدم ويندوز 10، حلو. هذا الويندوز انت فاتح عدة تطبيقات، انت من هناك دزيت ايميل، المرسل دزلك ايميل، انت هنا فاتح الجيميل وفاتح فيسبوك وفاتح انستغرام ووصلت البيانات للجهاز مالتك. ايش درات جهاز يا برنامج راح تروح له؟ عن طريق الترانسبورت لاير اللي هي بروسيس تو بروسيس. كل تطبيق مفتوح هو بروسيس، بروسيس تو بروسيس، معناته من الجيميل مالته للجيميل مالتك، او اذا رسلك على الفيس فمن الفيس مالته للفيس مالتك. عن طريق شنو؟ هسه نشوف عن طريق شنو. عندنا المهام او الفانكشنز مال هاي الطبقة. رقم واحد اللي هي سيرفيس بوينت ادريسينج، اسم الوظيفة هاي. بس هي شنو حقيقة؟ انه هاي الطبقة راح تضيف للبيانات فتشي اسمه بورت ادريس. البورت ادريس شنو؟ هاي تاخذ بالمرحله الرابعه، هو الرقم. احنا بس نعرف هيك على السريع، هو رقم الضيفه الطبقه ترانسبورت لاير على مود يحدد لك يا تطبيق تروح له. زين المهمه الثانيه اللي هي سيجمنتيشن تيشن اند Assembly. البيانات من تنزل من السيشن بيانات كاملة، الترانسبورت لير شو هسه تقطعها؟ تسوي سيجمنتيشن، تسوي شنو؟ سيجمنت 1 2 3 4 5، حلو. طبعا نضيف لها ريفرنس نمبر، نضيف لها البورت ادريس، وضيف لها هواية امور. هاي من مهام الطبقة هاي. زين من الامور المسؤولة عنها هاي الطبقة شنية؟ ثلاثة. ها احنا مو قلنا تقطيع لما يجي منها هاي سيجمنتيشن اسمبلي، شنو انه لما تجيك مقطعة انت ترجعها قطعة واحدة وتدزها للطبقة الفوقها. هسه نجي على الخاصية الثالثة اللي هي كونكشن كنترول. شنو هي كونكشن كنترول؟ عندنا نوعين، نوع اسمه كونكشن والنوع الثاني اسمه كونكشن ليس. الكونكشن شنو؟ يتأكد
وصول البيانات إليك بالمضبوط، إنه خلاص هاي هذا وصل يلا يدز لك الثاني. الكونكشن ليس لا إله علاقة، يتأكد صار اتصال بيناتكم، صار أكو لينك بيناتكم، كمية البيانات اللي بيناتكم توصل ما توصل ما عليه. هاي مثل الرسالة من الدزها كتابة على الواتساب، وهذا مثل الاتصال على الواتساب. هاي الرسالة دائما توصل مضبوطة، بس الاتصال مرات يقطع. هاي الأمثلة عليها. طبعا هاي أمثلة من أي شيء أرسال، وهنا أي شيء لايف، بث تلفزيوني، بث على الفيسبوك، أي شيء لايف هو كونكشن ليس، وأي شيء أرسال اعتيادي يحمله هذا فهو كونكشن. زين، اكو عندنا فد شيء شغلتين سعد المصافين تقول استاذ عامر نفسه بالطبقه الثانيه اللي هو رقم 4 و5، فلو كنترول والايرور كنترول. اي صح، نفس العمل بالاثنين، بس الايرور كنترول هنا راح يشوف انه الباكيتات وقعت لو لا. هذا الايرور كنترول، هناك يشوف الفريمز وقعت لو لا. هنا بالفلو كنترول يعزز، يسوي تعزيز العمل الطبقة الثانية. زين، هسه احنا ايش عندنا؟ بقت عندنا السيشن لاير. السيشن لاير طبعا المهمة الأساسية للسيشن لاير هي نتورك ديالوج كنترولر. هذا السيشن هو له علاقة انه يضبط لك عملية المحاورة بين الاجهزة. شلون؟ هذا مثل طباب الخير، هذا هو يجي اول ما يروح على الجهاز المقابل يقول له يا بيتر عندنا حكاية وياك، فيقول له اوكي انا مستعد وفارغ وما عندي شيء، ويرجع للجهاز الاول يقول له يابا هذا مستعد يحكي، يقول له اوكي ابدا اتصال بيناتنا. من يبدا اتصال بيناتهم فايش راح يصير؟ راح يصير سنكرونايزيشن. فهي الخصائص مالت الفانكشنز شو راح يصير؟ راح يصير رقم 1 اللي هو دايلوج كنترول، و2 اللي هو سينكرونايزيشن. الدايلوج كنترول افتهمناه، سينكرونايزيشن شنو هو؟ هنا راح يسوي لي في تشيك بوينتس بالسينكرونايزيشن. شنو التشيك بوينتس هاي؟ هاي راح يحطها في نقاط، مثلا هسه هاي مو رسالة، يحط نقطة هنا ويحط نقطة هنا، هاي مال بداية وهاي مال نهاية. من توصل لهنا يسد الاتصال. فهي مرات يسموها سينكرونايزيشن بس، او مرات يسموها تشيك بوينت سينكرونايزيشن. هاي طبقة السيشن. زين، بالنسبة للبرزنتيشن، البرزنتيشن تهتم اكثر شيء ويا من؟ ويا السينتاكس للمال مسج، يعني ويا نوعية البيانات مال المسج. شلون؟ خلينا نشوف الفانكشنز مالتها. اول فانكشنز الها اللي هي ترانزليشن، يحول لي الانفورميشن هي سترينج والانتجر والفلود انواع البيانات، يحولهن الى بت. هاي وين؟ بالسندر. بالرسيفر البت يحوله الى انفورميشن. هذا الخاصية الاولى. الخاصية الثانية اللي هي الانكريبشن، شو يسوي؟ الانكريبشنز هو هذا مو حولها البتات وراح يشفرها، خليها بشكل ثاني. هاي وين؟ هذا بالسندر. بالرسيفر لا، يرجعها الشكل الاصلي. الفانكشن الثالثه مال البرزنتيشن لاير اللي هي يقلل عدد البتات، عم يقلل الحجم، فشو يسوي؟ يضغطها، اللي هو شنو؟ الكومبريشن. زين، هسه عندنا الابليكيشن لاير اخر طبقه. هذا يوفر لي مهمة الأساسية مال application layer، توفر لي user interface المن بينك وبين
النيتورك مثل شنو؟ مثل الايميل والريموت اكسس. شلون استاذ ما فهمت؟ هسه نفتهم. الفانكشنز الاولى اللي يستخدمها فهي النيتورك فيرتشوال تيرمينال. انت قاعد هنا وتقدر تتحكم بكمبيوتر موجود بغير محافظة عن طريق فالسوفت وير معين يسمح لك تدخل بشنو ريموتلي عن بعد. الشغلة الثانية مثل شنو؟ مثل الخصائص الثانية فايل ترانسفير اكسس ومانجمنت. شنو يعني نقل البيانات ودخول البيانات وإدارة البيانات؟ اي هي هاي الطبقة مسؤولة عنها انه شلون تدز البيانات مثل البلوتوث، وشلون تدخل البيانات مثل ويب، وشلون تديرها مثل الداتابيس. حلو. الميل سيرفيسز مثل ما قلنا انت عندك حدز البيانات مصحيح، فانت راح تدز شنو رسالة فراح يعطيك خدمة مال الايميل. والدايركتوري سيرفيسز اللي هي مثل الداتابيس. وبهذا نكون شنو خلصنا الليارات كلها. وان شاء الله البارت الثاني هو مو محاضرة ثانية انما شرح اضافي المن للليارات. هسه احنا ما يطول كم دقيقة ورا هذا الفيديو ان شاء الله انه شلون بدها تنتقل البيانات من الريسيفر من السندر تروح للريسيفر. هنشوفها بالترتيب. مع السلامة.